وللوقوف على تفاصيل أكثر عن أزمة الجفاف في العراق وتداعياتها المستقبلية، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد خبير الموارد المائية السيد رمضان حمزة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا، أنا من دهوك. حياك الله من دهوك ومرحبا بكم دائما سيدي. الجفاف ونقص الحصص المائية من الأمور التي تؤرق العراقيين في كل موسم من المواسم، وهذه في الحقيقة يعني تؤثر على قطاع واسع جدا من العراقيين. كيف يحدث ذلك في بلد يجري فيه نهر دجلة والفرات؟ مساء الخير. الحقيقة موضوع العراق صارت الأزمة مزمنة، أشرنا إلى هذه الأزمة من بدايات يعني 2000 أو قبل 2000، ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي. بهذه العبارة نقول السياسات غير موجودة، المجاملات موجودة سواء إلى الجانب الإيراني أو إلى الجانب التركي، المجاملات هي اللي تأخذ مكان المحادثات والمفاوضات. الخلل في دعم الفلاح وتنمية قابليات الفلاح ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة وإلزامه بأن يستخدم هذه التقنية من زمان، يعني ليس في هذه السنوات اللي مرينا بها مواسم جفاف. هذه كلها جمعت، يعني مثل المرض اللي يصيب الإنسان كلها جمعت، وحاليا هذه التبريرات غير معقولة وغير مبررة. يعني أنه السيد وزير الموارد المائية كان مستشار، يعني ليس برجل غريب عن الوزارة، وهو يعرف يعني الوضع، وضع العراق. العراق وضعه أنه مسألة المجاملات غطت على مطالبة الحقوق، فهذه كانت يعني متوقعة. وإذا نشوف إذا المسائل كم، أين الحكومة من الموسم المطري، أين الحكومة من كري الأنهار، أين الحكومة من التجاوزات، أين الحكومة من تحديث المنظومة المائية، أين الحكومة بين أن يكون هناك تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، أين الحكومة من أن يكون هناك جدية وزيارات مكوكية اللي ولا سيما رئيس الجمهورية وزير الري سابق ووزير رئيس الوزراء مهندس زراعي خبير، أين هم من زياراتهم المكوكية في سبيل أن تكون الملف المائي في مقدمة أجندتهم؟ لم نرى هذه التحركات أبدا، عدا التصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع مع الأسف. وهذا ما أشرنا إليه، إحنا ليس في أزمة، العراق حاليا ليست في أزمة، إحنا وصلنا للمرحلة اللي أشرت أني بال 2025 سنكون في كارثة. وهذه السنوات أشرت في كل مقابلاتي وكتاباتي إن على شفا كارثة، احنا حاليا على شفا كارثة. وهذا الصيف مثل ما تفضلتم بالتقرير انه صيف يكون عسير على العراقيين، المسائل راح تصير بها مشاكل اجتماعية. نعم. القرى راح تهجر. نعم. بالكامل المشاكل الاجتماعية. هذا هو السؤال سيد رمضان، حول التأثيرات السلبية التي ستطال شريحة واسعة جدا من المواطنين المزارعين ومربي يعني الحيوانات وما إلى ذلك، وهذه الشريحة لا تستفيد أصلا من تصريحات المسؤولين التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهم يتأثرون في مواسم الصيف وفي مواسم الشتاء كذلك، بالإضافة إلى تلوث هذه المياه. نعم، هي المسألة مو شريحة، الحقيقة العراق كله راح يتأثر، لأن هذه الشريحة راح تهاجر، الهجرة راح تكون على أطراف المدن، راح تتفاقم الحالة المعيشية، راح يصير حالات اجتماعية من يعني تفكك في الأسرة إلى مخدرات إلى تجارة بالبشر. يعني عندما تكون تفاقم حالة الفقر، ويكون يعني احنا حاليا وصلنا بالنسبة للمياه إلى خط الفقر المائي، واجتماعيا خط الفقر اللي هي احنا حالنا حال الصومال أيام زمان بالثمانينات. فالمسألة هي مو مسألة انه شريحة، هاي الشريحة راح تأثر أول مرة. الأمن الغذائي راح يكون، والاستيراد ما يحل المشكلة، لأن هسه حرب أوكرانيا وروسيا الاستيراد مو مثل يكون يسير وسهل، يعني حتى سواء بالنسبه الى المبالغ اللي تكلف الدوله او بالنسبه لسهوله الاستيراد وانسيابيه هذه المواد الى البلد. نعم. فالمساله يعني هي حقيقه تجمع مشاكل جمه، وهي انه
المشاكل الاجتماعيه بين العشائر، راح تصير تفاقم، نعم الاراضي راح طبعا هاي المزارع من تهجر، والثروه الحيوانيه من تبيد، هاي ما ترجع بسنه وسنتين. يعني النقله اللي لا سمح الله هسه من الجفاف تموت، هاي مو سهل انه نرجعها بسهوله. بعدين هاي الاراضي راح تتملح، هاي الاراضي راح تخرج من الخدمه. يعني هي جمله مسائل استراتيجيه نحن كخبراء نفكر به. هاي المسائل راح ترجع العراق 50 سنة. يعني مو سهل انه السنة القادمة اذا تكون هناك مياه انه يصير يعني المسألة ترجع. فهي المسألة يعني المفروض الحكومة نعم العراقية حاليا تكون حالة انذار، والحكومة تستقيل، يعني سواء وزير المختص او المدراء او الحكومة يعني تستقيل. حتى لا يعرف أستاذ رمضان ما هو وقع تصريح مثل تصريح لجنة الزراعة النيابية. وقع هذا التصريح على مسامع المسؤولين وخاصة وزير الزراعة مثلا والموارد المائية عندما يقولون بأن الصيف المقبل سيكون الأسوأ في تاريخ العراق بهذه الطريقة، يعني الأسوأ وليس سيئا على سبيل المثال، إنما هو سيكون الأسوأ في تاريخ العراق من حيث الجفاف. المشكلة الشخص اللي صرح هيك تصريح هو اللي يكون لازم يتحاسب حسابا عسيرا، لأنه هو في موقع السلطة، هو يمثل الشعب. يعني هو من يقول المواطن المفروض يوجه هذا السؤال، أنه راح نواجه هذا الصيف اللاهب، مو هو، هذه بديهية، هو لازم يحاسب، لازم يكون يعني يجي يعني استجابة وزير الموارد المائية والزراعة، يكونون في البرلمان وإما يستقيلون أو ينطون مبررات وشنو الأسباب. يعني خلي يكون كل شيء مكشوف، انتهى الملف المائي، يمس الكل، يمس الثروة الحيوانية والنباتية والإنسان، يعني يمس والزلازل، يعني هي جاية في الطريق، يعني المسائل الكوارث الطبيعية عدا الإنسانية، فهي مصطنعة. يعني مجرد ليس لديهم جرأة ان يجام، يعني انه يعني يكون مع ايران، انه تعال نعم يا ايران لماذا تغيرين مجالي الانهر. وهذا ما صاير في التاريخ، في كل تاريخ، اذا نقرا كل تاريخ حضاره الرافدين من ايام السومر لحد الان، ماكو قطع بمسار الانهر وتبديلها. وكذلك تركيا راح تتاثر بكثيرا من تخزين حصص العراق هي الميه في سدودها اللي تعاني تاثرت. أيضا من موسم جفاف كما تعرفون، ولكن لا ابدا ابدا، نعم لا ما تعاني، نعم 48 مليار متر مكعب موجود في سد اليسو، في سد اتاتورك ومجموعه السدود، وهاي كلها مخزونه حتى يقايضون العراق على انتخابات حزيران القادم، على يقايضون العراق بالنفط مقابل الماء مقابل النفط. هذه مسائل سياسيه، اجنده نعم سياسيه ابدا، هذا اختصاصنا، يعني زائر المنطقه كل العراق. تركيا ما تعاني، قد يكون اسطنبول تعاني من قله امطار او ثلوج او في سدودها، ولكن حوض نهري الفرات خزين استراتيجي وكله مخزون نعم في سدود طيب تركيا، والسدود تأثرت بالزلزال. مع هذا بالتأكيد لابد أن يكون دافعا للحكومة لإعداد خطة للتعامل مع هذا الجفاف. هل تعتقدون وأنتم خبراء في هذا المجال أن الحكومة أعدت خطة لمواجهة الجفاف في الفصل الصيف المقبل وأنها قادرة على التعامل معه، أم أنها تقف مكتوفة الأيدي؟ لا، الخطط موجودة، الخطط سهلة بالنسبة لهم، إخراج مساحات من الأراضي من الخدمة وتقليل الحصص، ومثل ما تفضل أحد وزراء الموارد المائية السابق أو الأسبق ذكر انه على اهل بغداد ان يشترون تانكيات. هذا مع الاسف، يعني هذه التصريحات يعني من لدى المسؤول، يعني وتكون يعني تكون هيك، يعني مر الكرام. مع الاسف انه يجي وزير خبير يكون يقول لك اهل بغداد، هاي قبل سنه سنتين قبل الازمه اللي صارت، او 3 4 سنوات. مع الاسف الخطط موجوده، يعني هو اخراج يعني والتعامل والتجاوزات موجوده، والتعامل الاسماك احواض الاسماك موجوده، التلوث موجود، يعني المستفيدين موجودين، المستفيدين لهم حصه، لان الخزين اللي يجي لسد الموصل اذا يجينا، اذا يعني اذكر لك الرقم تقريبي، اذا يجي 200 مكعب بالثانيه من وارد دجلة، الإطلاق من سد الموصل 400 ضعف، فالخزين يعني يقرب من الصفر. ومثل ما تفضلت بالتقرير، صار أكثر من 45 يوم توليد ما موجود في سد الموصل، لأن يعني المنسوب أقل من 300 تحت منسوب، يعني المنسوب اللي يعني يولد الكهرباء. السدود إلى الثرثار مياه مالحة،
منحن أجاج ما راح يستفاد منه، إذا حتى إذا يأخذون بالمضخات يعني يدهور التربة، ويعني حتى النبات ما راح يستفاد من عنده، مجرد ذر الرماد في العيون. نعم فالمسألة يجب أن يكون هناك مظاهرات حاليا، المفروض ولو احنا يعني بنهاية يعني إن شاء الله راح تكون أمطار خير، بس هاي الأمطار ما راح يعني تكون بديل مواردنا في دجلة والفرات وروافدها. ولكن يجب أن حاليا تكون الهبة أشكرك. مجتمعية كاملة للمطالبة بحقوق الإنسانية اللي ما هو حق إنساني. من إدهوك خبير الموارد المائية سيد رمضان حمزة، شكرا جزيلا لك.